مرحبا. حلقتنا اليوم رح نحكي عن الزايدة. الزايدة هي كيس مثل شكل الإصبع بيتصل بالأمعاء الغليظ من الجهة السفلية اليمنى من البطن. والزايدة ممكن تلتهب، وأهم عوارض الالتهاب هو الشعور بالألم، وبتزداد حدة الألم كل ما تحركنا أو سعلنا أو حتى إذا أخذنا نفس عميق. وبالإضافة للوجع ممكن الشخص يصير عنده غثيان وتقيؤ وعدم القدرة على إخراج الغازات وانتفاخ البطن، والعلاج بيكون باستئصال الزايدة من خلال عملية جراحية. وبنهاية هالحلقة أنا بقول لكم live right وتابعونا دايماً.